إذا مشاهدي قناة شفت بس أسأل الله صباحكم من كل خير مباشرة من مدينة بني ملة، تحية طيبة عابرة لكل مشاهدي القناة في كل حال داخل ولا خارج أرض الوطن. أهلا وسهلا، صباحكم مبروك ونهاية أسبوع موفق إن شاء الله تعالى. تحية للجميع، وشكم مبروكة، الله يفصل علينا رمضان المبارك بالصحة والسلامة والهناء كل ما كنتمناه إن شاء الله، وبالعافية وبالدوام الصحة إن شاء الله لكل من يشاهدون الآن. بارك الله على خويا حسن، شي ديديكا تحية ليك في الصباح هذا، تحية لخي ملاك، أهلا وسهلا. أكيد أننا اخترنا واحد الموضوع اللي هو موضوع كيقيس كل الشباب والشابات في الوطن ديالنا الحال بطبيعة الحال، اللي شنو رأيكم يعني في الشباب اللي رغم الظروف كيتحداو الظروف وكيتحداو العراقيل كيتحداو الصعاب كيتحداو بزاف ديال الحوايج وكيناضلوا باش أنهم يديروا يعني مشاريع صغيرة باش يقدروا يعيشوا ويدخلوا يعني القوت ديالهم اليومي بشكل حلال حلال الحمد لله. يعني تبارك الله خصنا نشجعوا هاد الشباب هادي، خصنا نقولوا في حقهم يعني كلمة طيبة، نقولوا في حقهم يعني كلمة تشجعهم تزيد بهم القدام، تحفزهم باش انهم يبدعوا ويزيدوا يعطيوا ما اكثر ما اكثر. اليوم حنا خصصنا هاد الحلقة ليهم بطبيعة الحال باش نشكروهم، باش نقولوا لهم برافو، باش نقولوا لهم سيروا راكم غادي في الطريق الصحيح، باش نقولوا لهم ايضا انتم رمز ديال الشباب المكافح المناضل اللي كيتحدى جميع الصعاب اللي كيتحدى جميع الظروف واللي ما كيحطش الظروف ك يعني باش نقولوا ان صح التعبير يعني كيتسعدر بالظروف ديالو وبالظروف ديال البلاد وبالظروف ديال بزاف ديال الحوايج، كيقول البلاد ما عطاتنيش، البلاد ما فيهاش، البلاد ما كذا، البلاد ما كذا، في حين ان كاين واحد تولى من الشباب ما شاء الله انهم كيتحداو هادشي كامل، ما كيقولوش البلاد ما عطاتناش، ما كيقولوش البلاد ما فيها والو، انما كينوضوا كيخلقوا هما بذاتهم بالنضال ديالهم بدراعهم كيخلقوا مشاريع وهما اللي كيوليو كيعطيو للدوله. اكيد ان هاد الشباب بغينا نشجعوهم، بغينا نقول لهم واحد الكلمه اللي هي برافو عليكم، اللي هي واصلوا انتم في الطريق الصحيح بطبيعه الحال، انتم الرمز ديال الشباب ودروس حيه خصنا نستافدوا منها ككل. ان في الحقيقه مثلا كنفرحوا فاش كنشوفوا شباب يعني كيديروا مشاريع صغيره في الشوارع ولا في الطرقات ولا هذا، كيديروا مشاريع صغيره، كيديروا مثلا الناس اللي خدامه في زعزع كيديروا مثلا كروسات، كيديروا زعزع كيقادوا بواحد الطريقه اللي هي جميله بزاف، برافو عليهم. كاين ناس ثاني كيديروا المهم مشاريع مختلف المجالات سواء تجاره او صناعه او ما الى ذلك، المهم انهم كيحركوا الوقت وكيدفعوا العجله باش انهم يتمعشوا ويعيشوا بطبيعه الحال ويدخلوا واحد الخوت ديالهم حلال اللي هم العائله بطبيعه الحال ويحققوا مستقبلهم ويترجموا اهدافهم واحلامهم على ارض الواقع. برافو عليهم لانهم استطاعوا وتمكنوا انهم يتحداوا كل الظروف ويتحداوا كل الصعاب والمشقات والعراقيل اللي كتواجههم بطبيعه الحال في الحياه، لان الحياه الطريق ما مفروشاش بالورود وانما محفوفه بالمخاطر، محفوفه بالمشاكل، محفوفه بالعراقيل. لهذا كاين بعض الشباب اللي نفسهم حاره الحمد لله كيتحداوا هذاك الشيء كامل، كيتحداوا كل يعني ما كيجي قدامهم، كيحاولوا يتحداوا الى تحط جبل قدامهم كيبقاو يهرسوا في هذاك الجبل حتى كيشقوا طريق بطبيعه الحال، رغم انها كتكون طريق شاقه، ولكن الحلاوه ديال هذا النجاح هو ان ديك الصعاب اللي دوزتي في حياتك، ان فاش كتنجح كتلذذ هذاك النجاح ديالك وكيجي لذيذ وكتكون عنده بنه وطعم خاص، لانك ما دوزتيش ساهل، لانك كافحتي ناضلتي صبرتي وبزاف ديال الحوايج، صبرتي في حقك، صبرتي يعني في بزاف ديال الحوايج باش انك يعني تحقق الاهداف ديالك المنشوده، الاهداف ديالك اللي منذ الصغر ديالك وانت كتطمح انك باش تحققها، ربما ما حققتيهاش في الميدان اللي كان الحلم ديالك انك تدخل له، ولكن حققتيها في مجالات اخرى. الانسان ما يبقاش متثبت بواحد الحبل ويقول الا ما طلعنيش هذا الحبل ما نطلعش. هذه رساله ايضا يعني للشباب المجازين اللي كينتظروا وظيفه عموميه، ما ماشي ضروري انك تخدم في الوظيفه العموميه، الحمد لله الارزاق مختلفه، فين ما مشيتي تخدم، فين ما مشيتي تاكل طبق ديال الخبز، عم يبقاش الانسان مريح ومتقاعس وكينتظر شي حاجه اللي كان السماء تمطر ذهبا وفي ما ما الا ما خدمتيش ولا ما كنقولوا ما قفلتي اللهم فورتي لا قفلتي ولا ما عرفتي الدنيا
اذا تحيه لكم، تحيه لكل اخواني واخواتي المشاهدين الكرام، تحيه لكم عثمان الغزاف. مرحبا ملك، اهلا وسهلا حسن، عفوا حسن، مرحبا بك في حسن، مرحبا اسماعيل، السلام عليكم، سلام سي اسماعيل ازمي، مرحبا حسن ناجي، جي سوق الصيف ان شاء الله تعالى، نجي ان شاء الله وراه عندكم السوق اليوم، تبارك الله عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام نجاره حالنا في، مرحبا بك، تحياتي ربيعه هاني، مرحبا بك ملك المداني، تبارك الله عليهم والله يعاونهم، امين يا رب، نطلبوا الله يعينهم ويسهل عليهم يا رب، ويسهل على كاع الشباب، ويسهل على كاع امه محمد في العمل ديالهم، في كاع داكشي اللي كيديروا بطبيعه الحال. ان الكائن المغربي احنا كنعرفوا انه عنده نفس، عنده غيره، دمه حار كيف تنقولوا، نفسه حاره، ما كيرضاش انه يمد يديه، رغم كاين البعض يعني حتى واحد تازين ما خططوش ولا كيف تنقولوا، ولكن نتمنوا ان الجميع ينوض يقلب على راسه، الشباب خصوصا، هذه رساله للشباب وهذه الحلقه موجهه للشباب عموما، بحكم اننا شباب وكنحسوا ببعضياتنا، الانسان ما يبقاش معول على واحد البلاصه ولا واحد حبل انه يطلع ولا ما يطلعوش، المهم هو الانسان يطرق كاع البيبان ويخلق هو مشاريع، ما يتسناش شي واحد يجي يخدمه، ولكن يخلق هو مشاريع يخدم الناس. الحمد لله كانت التجارب ديال في المغرب كانت تجارب لي ناجحه 100% بكل المقاييس، ديال الشباب نجحوا استطاعوا انهم يحققوا ذاتهم في واحد الميدان معين، بالرغم من الظروف، بالرغم من الصعاب، بالرغم من المشاكل اللي واجهوها، ولكن اصروا انهم ينجحوا. يعني الجميل في هذا الشيء وجميل قصصهم هو الاصرار والعزيمه والاراده الكبيره والقويه اللي عندهم بطبيعه الحال باش يحققوا نجاح في المجال ديالهم بطبيعه الحال. غادي نواصل قراءه التعليق. محمد بالحاج مرحبا بك. طريق السلام عليكم، السلام طريق خويا، وير از ذا سيتي از وير از بني ملال، بني ملال محمد سلام، اللهم قفلتي لافورتي، شكرا على التصحيح، شكرا صحتي لي راه غلطتها في الاول، صديق تميمي، اللهم قفلتي لافورتي، فوالا تماما، الناس القدام ما خلاونا الجد ما يقولوا، الحمد لله كل الامثال الشعبيه ما كيقولوها الناس الا وعارفين يعني المقصود منها والهدف منها، اللهم قفلتي لافورتي، شنو المقصود بها، يعني ما عولتيش على راسك وما ناضلتيش وما كافحتيش وما ضربتيش وما تقاتلتيش مع الزمان باش تحقق ذاتك، راه ما كاينش اللي غادي يحققها لك بطبيعه الحال. لهذا هذا صباح مفعم بالامل، حنا كننشروا الامل الان، يعني كننشروا الحيويه والطاقه، كنتمنى لكم يعني كلكم النجاح ان شاء الله في هذه الايام وفي هذه الاواشر المباركه ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. محمد بن الحاج بالي بالله، اوكي ميرسي بوكو دغيا خويا، مرحبا بك سي محمد بن الحاج، مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا كل الاخوان والاخوات المشاهدين الكرام في المغرب بطبيعه الحال داخل ولا خارج عفوا. اذا شاركونا يعني الراي ديالكم، شنو تبغوا تقولوا للشباب هادو اللي كيتحداو الظروف، كيتحداو الصعاب، كيتحداو المشاكل باش انهم يخلقوا مشاريع صغيره، ربما صغيره متوسطه ولا كبيره، باش انهم يعيشوا ويدخلوا واحد الكود ديالهم يوميا بطبيعه الحال، باش يعيشوا هما وولادهم ولا هما وعائلتهم، وما كيتسناوش شي حد يجي يدق عليهم ويمد لهم لقمه العيش. تحيه كبيره لهاد الشباب هادو، عرفت فاش كنشوفوا شباب مثلا داير كروسه مثلا عربه كيبيع فيها مثلا زعزع ولا الفواكه جافه ولا داك اللي فروي سلطه فروي ولا الريب ولا الحليب، انا تنفرحوا بزاف لان داك الشيء ماشي مهن محتقره تنحتقروها ولا شي حاجه، ابدا مهن شريفه مادام انها كتدخل واحد الدرهم حلال، الا وانها مهنه شريفه وخصنا نحترموها وخصنا نرفعوا عليها القبعه وخصنا نشجعوا دوك الشباب. كاين شباب تبارك الله كيبيعوا النعناع والقزبر والفجل وداك الشيء كامل ديال الربيع، برافو عليهم، هذوك الناس هما خصنا منين خصنا نتقداو، هذوك الناس هما منين خصنا نشريو من عندهم ونشجعوهم، ولا قالوا لنا هاد الثمن ندير هاد الحاجه ما نتساووش معاهم، ما نبقاوش نتشطروا معاهم على شي حوايج اللي هي بايخه كيف تنقولوا، اللي هي ثانويه، ما فيها باس زيد عليا 10 دريال، ما فيها باس نعطيها ندير انا بحال تعاونت معاه، ما نبقاش مشد معاهم جاقر معاه تنتساوى معاه على شي حاجه اللي على درهم ولا على 10 دريال، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، بالعكس فاش كنمشيو مركز تجاري كبير تتلقى الثمن معلق في التيكيتات، تهز وكتخلص، ما كتساوى ما كتهضر ما حتى شي حاجه، حتى الهضره ما كيهضروش معاك، ولكن هاد الناس هاد الفرق علاش تنبقاو نتساوى معاهم، ناس فقراء ضعفاء تيتقاتلوا مساكن مع الزمان بما اوتوا من قوه، ما فيها باس ما فيها باس ما فيها باس ما فيها باس اننا نتقداو من عندهم، نتعاونوا معاهم، نقولوا فيهم كلمه طيبه،
هادشي اللي محتاجين حنا، هادشي اللي محتاجين طبيب. اذا تحيه للاخوان عبد الهوان عبد العلوان، شكرا على البادره المشجعه والرساله الايجابيه للامل، تحياتي. هذا واجب نفسي عبد الله، هذا واجب ديالنا اكيد اننا ننشر الطاقه، ننشر الايجابيه، ننشر الامل بيناتنا. حنا محتاجين لبعضياتنا باش اللي عنده شي رساله يوصلها للاخر. حنا محتاجين لبعضياتنا نوقفوا مع بعضياتنا ونوحدوا الصفوف ونوحدوا الكلمه باش ننجحوا كامل ان شاء الله، ونحققوا ذواتنا في كل الميادين في كل المجالات. خصنا نشجعوا بعضياتنا، اللي تعرف شي واحد داير شي حاجه يشجعوا، ماشي هرس ويهدم يقول هاد البلاد ما فيها والو. بالعكس هاد البلاد فيها كل خير ان شاء الله، الا ناضلتي وكتبتي غادي تعطيك، الا بقيتي جالس في الدار كتسنى شي حاجه تجيك راه عمرها ما غاتجيك من طبيعه الحال. الا ما ناضلتيش، الا ما كفتيش، الا ما صبرتيش، الا ما تعذبتيش، الا ما صبرتيش في الشتاء والظروف المناخيه، وما ضربتيش التمارة وما ضربتيش الطرقان، وما صبرتيش على الجوع، وما صبرتيش على البرد وعلى الصيف، راه هذاك النجاح تيكون فاشل، ولا 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 داك النجاح ما تيكونش عنده واحد الطعم طبيعه الحال. اذا تحيه للجميع، تحيه لكل الاخوان الاخوات من طبيعه الحال في البث المباشر. كنسلم عليكم من هنا، نتمنى نكون كنا خفاف على قلوبكم في هذه الحلقه المباشره مباشره من مدينه بني ملال. تحيات اخوكم عثمان غزال مباشره، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر في موضوع اخر، والى اللقاء. نهاركم مبروك ونهايه اسبوع موفقه وعشر مباركه مسعوده ان شاء الله.